حتى نعرف تأسنا بالساعات المقبلة. صباح الخير. بونجور استاذ محمد. بونجور، صباح النور. حدا بعت لي قال لي امبارح كان عيد ميلادي، وصلت على البيت لقيت الضو مطفي، قلت أكيد عاملين لي مفاجأة. سوربريز. ايه طلعوا نايمين. طلع ما فيش كهرباء اصلا. طلعوا نايمين يا حرام، ما في شيء جايبي سوربريز. بتسوي، شو يا ما عبدو، حدا ينتظر بقى عيد ميلادي يعني. جاتو عم ايه تقلي؟ شو انت عم جاتو؟ تشوف اسعار بناخذ الجاتو مثلا؟ نعم. عم تشوف اسعار الجاتو مثلا؟ بلاها. طبعا استاذ محمد تأسنا عملنا سوربريز او متوقع؟ لا، طقسنا في عنا شوية أمطار اعتبارا مثلا بعد ظهر نهار الجمعة، والمنخفض بيكون قرب علينا. المفترض الأمطار الغزيرة بتكون اعتبارا من السبت. هلا فينا نحكي منه هالمنخفض القوي، وما حيكون عنا اشتداد بسرعة الهواء. فينا نحكي عن أمطار خريفية حتستمر لنهار الاثنين، ممكن للصباح الثلاثة نحكي عنها بلكي بشكل أوضح بكرة. أما بالنسبة لليوم فطقسنا بالإجمال غائم جزئيا لغائم، عندنا سحب متوسطة، تقريبا استقرار بدرجات الحرارة، انخفاض بنسبة الرطوبة. ببيروت الرطوبة هلأ 40%، الحرارة 19 درجة نسبيا باردة. إذا عم نشوف درجات الحرارة المينيما حدها بالمنطقة تقريبا عم بتكون في مطارح بتركيا بالناقص، عندنا تقريبا بلبنان بالداخل بحدود 9 درجات 10 درجات. بكرة غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، بداية انخفاض بدرجات الحرارة، تكون ضباب على المرتفعات، ضباب كثيف نتيجة اقتراب الكتل الباردة من أوروبا. هلأ بالنسبة لبكرة ممكن يصير عندنا شوية رذاذ على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف، خاصة المناطق الشمالية. الجمعة حيكون عندنا برق ورعد بالفترة المسائية، مفترض يصير عندنا. بكرة بنحكي بشكل أفضل عن نهار الجمعة. بالنسبة للحرارات، درجات الحرارة على الساحل اليوم بين 15 و 26 درجة، المناطق الجبلية من 13 ل 22 درجة، والمناطق بالداخل اللبناني عم بتكون بين 10 وال 25 درجة خلال النهار. بالنسبة للهواء، الهواء عم بيكون شرقي جنوبي شرقي بين 10 وال 25 كيلومتر بالساعة، حرارة سطح المي بين ال10 وال25 كيلومتر بالساعة، ما في نشاط للهواء. بطبيعة الحال البحر عم بيكون منخفض ارتفاع الموج، حرارة المي 24 درجة، وساعة شروق الشمس 6 و11 دقيقة، الغروب تقريبا عم بيكون الساعة 4 و36 دقيقة. نعم. هيدا بالإجمال كل شيء لطقسنا. خلينا بعد قبل ما تغادر، حد هلا بعت لي بتقلي تفضل جوزي شو قال لي، بيعجبك هيك عبدو؟ قال سألته لجوزها امبارح كانوا قاعدين مع بعضهم عم بيشربوا قهوة بعد الظهر، قلت له انت مين دلك علي؟ قال لها ما بعرف ولا بقدر اتهم حدا، انا عندي اعداء كتير. حرام. مع انه عم بتشربوا قهوة، يعني ايه طبعا. مكرمته انه ليش هيك عم بيعملها. بس بالنسبة لوجع الأسنان، الخبايزة منيحة هالأيام، يعني إذا ايه هو هلا بدنا تمام. نستعمل الأعشاب كله، ما رح نخلي نوع أعشاب، رجعنا للأعشاب. بدنا نستعمل الأعشاب كله. شكرا لك أستاذ هلا كده محمد يا لكل هلا. اللي عاملين بمصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت.